صديقنا مازن شقورة، وأذكر بأنه هو الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت. فلتتفضل أستاذ مازن، مشكور. شكرا، صباح الخير مرة ثانية، وأنا سأكون مختصر جدا. أعتقد أطلنا عليكم ولا نريد أن نثقل عليكم أكثر من ذلك. أود أن أشكر شركائنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمملكة المغربية على استضافة اللقاء، وأيضا أود أن أشكر كل من الزملاء في المجلس ملك وخالد، وأيضا من المكتب الإقليمي ماري وندى وعلاء على جهدهم لإنجاح هذا اللقاء وفي الجوانب اللوجستية، وأرجو من عصام الالتزام بالصمت. لماذا هذا اللقاء؟ قلنا إنه ذكرى 40 للاتفاقية، وأيضا 174 دولة صادقت على الاتفاقية، لكن رغم هذا العدد لازال في منطقتنا دول لديها خطوات متفاوتة وليست على نفس القدم من المساواة في انسجام تشريعاتها الوطنية وروح ونص وبنود الاتفاقية، سواء من ناحية تشريعية أو حتى من الناحية العملياتية. أيضا هناك تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب لا تنسجم أيضا في التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية الواقع على الدول في المنطقة. لازلنا أيضا نلحظ أن تعريف التعذيب في القوانين والتشريعات الوطنية في منطقتنا لا ينسجم نص المادة واحد من الاتفاقية ولا يرتقي إليه، على الرغم أنه 40 سنة على الاتفاقية. قد يكون أيضا التعريف الوارد في المادة واحد يريد تحديث لأنه أصبح 40 سنة عمره. فللأسف لازال التعريف والتجريم في التشريعات في منطقتنا لا ينسجم مع نص المادة من 40 عام. عدم إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في التشريعات والمنظومات القانونية، وأيضا نجد رغم أن جميع المنظومات التشريعية في منطقتنا فيما يتعلق بحفظ البينات والبينات أمام القضاء لا يأخذ بالحجة أو الاعتراف أو الدليل المنتزع بالقوة، لكن لا يعطي مثلا الحق للقاضي نصا بأنه يوقف النظر في القضية الأساسية حين ادعاء التعذيب بصفته هذا حتى يثبت عكس ذلك، وهذه يمكن من الضمانات القانونية على نحو يعرق أو يحول دون ملاحقتهم قضائيا إذا ما ادعي ممارستهم للتعذيب وسوء المعاملة. يعني معظم إذا كان هناك مدونات سلوك أخلاقي وقانوني لهيئات إنفاذ القانون لن يتخلو من نص متعلق بحق رفض تنفيذ الأوامر الغير قانونية ومنح من يرفض تنفيذ الأوامر الغير قانونية الحصانة من العقاب والتعقب وإلى آخره، وهذا تحت سمعة أنه أو سمعة المحل أو أنه هذا بيخفض روح الانضباط والالتزام وهيبة المؤسسة الأمنية. أيضا نجد أن هناك غياب قصور النصوص الخاصة بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وكذلك نرى بعض أجهزة إنفاذ القانون لا زالت مغلقة أمام أجسام وطنية كالمجلس وهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب أو حتى للمجتمع المدني والهيئات الدولية للزيارة والاطلاع على أوضاع في الإيقاف ومراكز الإيقاف والاعتزاز وحرمان الحرية. عدم النص صراحة على حظر انتزاع الاعترافات بالإكراه أو عدم ضمان مقبولية تلك الاعترافات إلا أن استخدمت كدليل ضد متهم بارتكاب التعذيب. افتقار التشريعات الوطنية إلى النص على حصول المحرومين من الحرية على الضمانات الأساسية منذ لحظة سلب الحرية، بما في ذلك غياب حكم صريح بشأن الخضوع لفحص طبي مستقل. وكذلك أيضا معظم التشريعات الوطنية
هناك غياب أو قصور في النصوص التشريعية المتعلقة بحق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في جبر الضرر عادل ومتناسب. زميلات والزملاء الأعزاء، حتى لا أطيل عليكم، أتمنى لورشة عملنا هذا خلال اليومين القادمين أن تكون مثمرة، ونتطلع لتوصيات تسهم في برنامج عمل المفوضية على المستوى الأممي والإقليمي أيضا باتجاه تفعيل تلك التوصيات على مدار السنوات القادمة كبرنامج عمل من أجل الارتقاء بمنظومة تشريعية عربية تنسجم والالتزامات القانونية تكفل تعريف وتجريم التعذيب قانونا وفعلا إن شاء الله. وشكرا لكم.